انا اخذ اخوي بدر. صباحك الله بالخير. نعم ما في شيء. صباحك الله بالنور اخوي ابو سعيد، عليك على ضيوف الكرام. يا حياك الله. اول شيء قلت لك حق العربي مستوى ونتيجه، نتيجه قاسيه للعربي. ثاني شيء ابي اوجه رساله حق الاتحاد الكويتي، انتم مقتنعين ان عودي عمره 33 سنه يركض في الملعب دقيقه 96؟ وين لجنه فحص المنشطات؟ انا افصم لك بالعشره ان في لاعبين اليوم لعبوا بالمباراه، شوفها بمباراه سالميه وشوفها بمباراه اليوم. زين اخوي ابو علي لازم تتقبل الانتقاد، مو تعصب بالردود. انت تنتقد سليمان عبد الغفور حقك، بس هم الناس لما تنتقدك المفروض تتقبل. لا شو تتقبل؟ شو قال شيء غلط؟ لحظه شوي، لحظه شوي شو قال شيء غلط؟ شنو اقول له راجل؟ اقول لك لحظه شوي بدر، شوف ترى ابو علي تقبل النقد. يعني انت اليوم لما تتصل مثلا وتنتقد ابو علي، انتقده ما فيها شيء ويتقبل النقد. لا انا بس ما يصير. لا لا عفوا بدر، عفوا خل افهم لك، خل افهم لك الصوره يا بدر. بس ما يصير مثلا شخص يتصل يقول والله انت ما عرفنا لك، مره جمال مره ما ادري عاشور، هذا انتقاد؟ هذا مو انتقاد، ما له شغل بالموضوع. لحظة يا بدر خل أوصل لك النقطة. يعني احنا موضوعنا كرة وقاعد نسولف عن مباريات، اي واحد الله يهديه يقول والله انت ما عرفنا لك مرة جميلة، شكو الموضوع. لحظة يا بدر، لحظة خل أكمل يا بدر. لا يتقبل يا بدر. مشكور يا بدر، انت مراضي تسكت عشان افهمك. مشكور عموما. احنا كل محللنا ترى تقبلون النقد، ما فيها شيء، انتقد عادي مثل ما هو قاعد ينتقد لاعبين ربعنا كله. لكن لا تدش مره بشيء يعني شخصاني، مره ما ادري ايش تقول، مره اكيد بيزعل، اكيد بيعصب، مره يطلع لك واحد يقول انت قلت كذي وهو مو قايل هالكلام. ما يصير تقولون شخص تقولونه كلام مو قايله وتبي والله ساكت يضحك. ما هم ترى يعني الريال بعد في اشخاص تقبل، في اشخاص ما تقبل. بسعود بسعود لازم نفرق بين الاتهام وبين الانتقاد. انتقد عادي بالعكس، بس لا تتهم. نعم صحيح. طيب